يقول السائل: لقد كثر هذه الأيام الخلاف في مسألة المجمل والمفصل وخبر الآحاد، فما هو القول الفصل في ذلك؟ وهل يبدع من يقول أن خبر الآحاد يفيد غلبة الظن إذا لم يحتف بالقرائن، وكذلك من يقول بحمل المجمل على المفصل؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. هذه مسائل أصولية لابد من الدراسة.